بيته اعطاني بيته ورك رايح ماسكر منين جيت مقلعة مقلعة وش كدير في قلعة قرا الله شو رايح بكم الله شو رايح رايح على هرايح رحل دارنا شو رايح على كرايح على هرايح سبع على كرايح دارنا على هرايح اه دارنا على هرايح هنا خرج كونجي طقوا فاكونس وشنو ما درت والو وش ندير ها وش ندير انت شفت صورة تاع لوكا في فيزيرا ما شفتش شتا وحيني مخلوق اه الشرطة من يدي مالت مقلعة هي تبع فيه ها اسي اللي ضربته في لافاك وهرب اه شوف انت ضربت سيد في لافاك ضربته هرب في الجهاز بكاتيك وهرب في الانعاش هذا نخلص الباب انا ضربته؟ اه خاطيني انا هذا النمله ما نضربها اعطيني التليفون تاعك علي طلوس ميتيك عشرينيتي المتوقف انا وقفنا عليه هنا في المحطه لا جان طفيه انا طفيه طفيه لا خايف ثم ضربت سيد انت من المحطه سيد انا ضربه ضربه انا صاحبي شوف الشرطه راهي معك تاخر بادب راني ضرب هذا صاحبي اعطيني التليفون تاعك اعطيني التليفون اعطيني التليفون تاعك ما طفيهش على اعطيني التليفون صاحبي شو صار له؟ هضر بادب حبط يديك وهضر خليني نهضر معاك صاحبي معليش بي سقسي صاحبك صاحبك دقوا في الانعاش قبل ما يغم قال لهم ضربني وهرب شو ما ضربته؟ ها؟ ما ضربته على حد ورميته في الطريق نتاعي على حد اه قالت رسميتك السيد راهو استعرف بلي هو ضرب صاحبه هو غادي يستعرف باللي ضربته راهو هنا قدامي واستعرف نهضر بادب برك مع الشرطه مانيش حاب نعيط باش ما يدوروش بين الغاشي وكذا وقول لي تراهم في بلاصتي صاحبي هو خلاص ما تهضرش معايا شوف شوف ما نهضرش معاك انا هضرت يا ما نهضرش تهضر شوف شوف اسمع اسمع شوف انا ماشي مجرم باش نحط روحي في بلاصتك انا ماشي مجرم باش نحط روحي في بلاصتك اه انت مجرم انا ما درت صورتي في تيليفيزي انا اللي هنا باش نحكم المجرمين كيما انت يعني واحد ما نخليكش تروح تجي الشرطه تجي الشرطه وين انا بالي كان تخرج تهرب لي علي رسميتك راهو قال اقوال تاعو قال لك بلي انا ضربت سيد صاحبه هو علي رسميتك حبط يدك مش يدك متماش متماش هذه الهضره هذا شوف ريح ما تلعبش خلينا ندورك دوك ندير قضيه واحده اخرى ريح اي دوك ندير لك جايه الشرطه دوك نشوفوا واش كاين شنو اهلا بكم مشاهدينا من جديد وردت الينا معلومات جديده تفيد ان المجرم المبحوث عنه ليس مجرما حقيقيا وانما شارك في كاميرا خفيه ورد عبر تلفزيون النهار شكرا لمشاركتك يعطيك الصحه حسيت بخوف كبير قلقتوني وكثر كي قلتوا لي صاحبك هو اللي صاحبك هو اللي شغل نضرب وكل شيء الخوف تاعي ما نقدرش نعبر عليه كاع بالكلمات ما دهشت كي شفت التصويره تاعك بيان سير ندهش كيف من الزربي جاي مقرا راح للدار تسيب روحي خبر عاجل مجرم خطير والله العظيم غير صحه رمضانكم بكم ان شاء الله تصوموا بصحه وتعيدوا بصحه وسلامي الى الوالده والوالد خوتي الى الشعب الجزائري كاع اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه النشره الخاصه تاتيكم من اول قناه اخباريه بالجزائر اليكم الخبر العاجل وكما يظهر أسفل الشاشة وفي نشرية بحث أصدرتها مصالح الأمن ضد مجرم خطير لا يزال البحث جريا عنه هذا بعد أن تمكنت ذات المصالح من تفكيك الشبكة الإجرامية التي ينتمي إليها إلا أنه أفلت من قبضة الأمن أوي أفيا ماتير أعطيني البيت تاعك أخي من جيت أخي أعطيني البطاقة تاعك أعطيني البطاقة تاعك أخي
اش ما جاتكم من الجيل هنايا؟ كيفاش انا معك محل بحث انت من عند طرف الشرطه؟ عطيني البطاقه تاعك. نسقسيك ريح كيما راك هنايا ودوك دوك نعيط الشرطه ويجوا يتقدموا. هاك محل بحث اخي. انا الشخص المشبوع هو هنا اموني فوا لا زون طالون. وجه للشرطه ونسنف تعليمات من عندكم تعليمات جديده. انا 12 عشر ميتين. انا سنف تعليمات. انا شو مين جيبوا لك صورتك؟ صورتك الشرطه هم اللي بعثوناها هم اللي بعثوا. هاك مكشوف. هاك محل بحث. ودي متى هذا المحل بحث؟ اليوم. كاش ما ديكتو غادي زين البارح ولا اليوم. كيفاش هاك محل بحث؟ لا هاك محل بحث اخي. سيبوا المحل. ايه. مشاهدينا صور المبحوث عنه تظهر على الشاشة مع المعلومات الخاصة بهذا المجرم الخطير، والرجاء من المواطنين الذين يشاهدون أو تعرفوا عليه الاتصال بمصالح الأمن. يقول أنت مجرم خطير تقول لي ما درت والو. ولا وليدي يقول بلي درت. هاي والله صح هذوك يجوا الشرطة هذوك يتوجوا. من اللي خرج نبدا من غالي زعما البارح اليوم هما يتبعوا فيك. صباح وجيت اليوم لهنايا وراك معاود مولي. اي والله هما يتبعوا فيك. معليش كنت تجي الشرطه اخي ويبعدوا يبحثوا معاك ويواصلوا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. وردنا للتو من غرفة التحرير ان المجرم المقبوض عليه من طرف مصالح الامن هو مجرم غير حقيقي وانما شارك في كاميرا خفية مع قناة النهار. شكرا على المشاركة. سيدي شنو هو الشعور تاعك شفت روحك في لاتيلي انك مجرم خطير؟ يعني فاجئتني يعني ما كنتش نظن يعني في لحظه صغيره حسيت احساس خطير يعني مجرم وخطير. وفي التلفزيون يعني ما قدرتش نصدق يعني العقل تاعي ما قدرش يركب هذه المعلومه في راسي. كي جاني الشرطي معناها بغيتك تديني يعني كنت باغيك توصلني للامن يعني معناها يا ما كي شفت هكذاك ما قلتش بالك نهرب ولا نوض. كان الناس هم يشوفوا فيا في لاتيلي. هنا جاتني فكره مادام هناك اعلان يعني هذه صعبه باش الانسان يعني حياته غادي تدمر. مجرم خطير يعني الناس ما تفهمش مجرم خطير يعني شفت واحد كان في السماء وطقيم. اذا شكرا على حلقه النهار على هذه الكاميرا الخفيه. صحة رمضانكم وشكرا عليكم الله يعاونكم ان شاء الله. إنك مجرم خطير. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الخاصة تأتيكم من أول قناة إخبارية بالجزائر. إليكم هذا الخبر العاجل. يزال البحث جاريا عنه، هذا بعد أن تمكن ذات المصالح من تفكيك الشبكة الإجرامية التي ينتمي إليها، وعليه أصدرت مصالح الأمن مذكرة توقيف ضده لمنعه من السفر خارج الوطن أو من جد في الأربع أيام. كونديس خلصت؟ خلصت وين؟ كيفاش كونديس ضربت وعربت قلت لي خلصت؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله هاول جنبنا. أي ثلاثة عطانا مش تشكيلين. كاش مكان بيناتكم؟ لا. شحال من دعوات مع جرامي خويا كاع. قداش عيطوا اليوم باش يبدوا؟ ما عطيتش تيليفون. عيطوا نقول لك شحال نقول لك الوحدة ونص. شحال ما تهضر غير بالعافية. ما نقولوش العافية بيك ويبدا معاك. صح انت. حد يهاجم منهم. خذت الشرطة هي تبداك. يا خويا سامحني. ما تروجنيش. حتى انا من جابك. راني عاوش على المدير. ما تروجنيش.
المليار صاحبك هذا في يجيب تكذب اللي جابك مكانك أكبر في الطريق بحديدة وهربت وصواتي في طريقة مش العشبي يبدأ أنا مش العشبي يبدأ ما مش حابين ان اشوف دم ما طهنا يا ايه لا صح خرجنا ما طهر بنا هنا وين على الضمان وكما يظهر أسفل الشاشة وفي نشرية بحث يقول ما ضغطك حياتي مشروع خاصة إلى اللقاء ما تعكرنا عليه وقال لك بلي عايز تعرف بلي ويضرب